حضرتك شايف انه المخرج الراحل يوسف شاهين ادى الدور لداليدا زي ما هي بتقول عشان ده خدم الفيلم عالميا وانتاجيا؟ تجاريا خلينا نقول انه الغرض عند يوسف شاهين، مش يوسف ما تنسيش انه منتج مش مخرج بس، يوسف فكر قطعا في مكسب مادي من وجود داليدا وضحى بالحاله الابداعيه على الشاشه، ده مؤكد كويس، وبالتالي ضحى محسنة توفيق. كانت فعلا انا معلوماتي انها الترشيح الثالث، لكن يوسف نصر الله بيقول كانت الرابع. هي بتقول ان هي ترشحت وبتقول ان هي كانت بدات تصور، ولكن طلع المخرج يسري نصر الله اللي كان مساعد يوسف شاهين وقتها وقال هي ما كانتش بدات تصور ولا ما كانتش صورت، كانت بس مرشحه لكن كانت خلاص اتفقوا على كل حاجه كويس، وحافظ الدور وحبته. وزي ما قلت لك ده بعد في اتنين اعترضوا، يعني في الاول برضو كان عنده في ذهن، ما بصي التاجر اللي جوه يوسف شاهين ما بيموتش، يعني بيفكر ازاي اعملها صح، فهو فكر في فاتن، اسم اكيد فاتن وسعاد في حسني، الداخل، وانا جايب الاول فاتن اسم كبير وبالتالي هتروج للفيلم داخليا، فبعد ورقه فاتن فكر في سعاد، فكر في سعاد. ما مشيتش برضو. زي ما قلت لك يسري بيقول كان في نبيل عبيد في ذلك الحين، كانت طب لو قلت لحضرتك تختار بين الصور مين لكن كان انسب حد للدور او محسنه كان هيعمله مؤكد، احسن حد؟ محسنه مؤكد كانت ستحلق بالدور في سكه، بس كل واحده لا ننكر على كانت سعاد، هتبقى احسن من سعاد وفاتن؟ ما انا بقول لك كل واحد كان هيفكر، اصل الممثل زي المطرب ممكن تسمعي غنوه بثلاث اصوات، كل صوت هيقولها بوجهه نظر. فاتن اكيد عندها، كان لو كانت قبلت كان عندها وجهه نظر كفن اداء ممثل، وسعاد قطعا ومحسنه توفيق كل من هن لها وجهه نظر. طب حضرتك تفتكر فاتن وسعاد رفضوا ليه الدور؟ لانه طبعا ده جده وممكن ما بيحبوش يشتغلوا، يعني يوسف شاهين اصلا هتلاقي فاتن في البدايات اشتغلت معاه بعد كده بطلت، لان يوسف شاهين بيعمل الفيلم، خدي بالك النجمات في مصر بيبقى فيلمها مش فيلم المخرج، يوسف شاهين لا بيعمل فيلم يوسف شاهين، فاكيد فاتن كانت خلاص مرت بمرحله لا انا فاتن، ويوسف شاهين طبعا لما هيجيبها عشان تشتغل بوجهه نظره هو، زي سعاد ما قالت بالظبط انه كان في اختلاف في وجهات النظر. فيوسف شاهين مش كتير من كبار النجوم، يعني اقول لك حاجه، يعني ناس كتير ما تعرفش الحكايه دي، انه المصير كان يعني مرشح بقوه يحيى الفخراني فعلا وقعد وقرا، انا اول مره اعرف معلومه كويس وقرا وكان كل شيء كان تمام، بدل نور الشريف ايه، وبعدين اختلف اختلف فكريا وقال لك وطلب حاجه يمكن ناس كتير هتستغرب من الحكايه دي، طلب اسمي فين في العقد، طلب خاف قال لك انا ايش ضمني، ما يمكن يحطني اخر واحد، مع ان اعتقد ده بعيد عن شخصيه دكتور لا ده اللي يحيى. حصل، ما يحيى ربنا يديله العمر والصحه، لا ده اللي ربنا حصل يديله الصحه. طيب